السلام عليكم حبايبي، اهلا بيكم مرحبا. النهارده ان شاء الله هنعمل حمام كداب، وهنعمل بسله ورز. ادي الحمام معايا، الوراك اهي مخليه، الراجل خليهالي، وادي البصل هبشره، وادي الرز غسلاه ومصفياه من الميه. هبشر كده بقى البصل ان شاء الله، وصلي وبارك على سيدنا محمد. هبشر البصل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله طريقتي تعجبكم. انا هحط بس بصلتين كبار كده حلوين على الرز، عشان بتخلي طعم الرز حلو قوي، البصل مع التوابل. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله، اديني كده بشرت خلاص البصل بتاعي. هروح حطله معلقه سمنه بلدي كده حلوه كده، ما شاء الله اهي. حط له معلقه السمنه البلدي كده عشان بتديله طعم حلو. وهعمل عليه شويه رشه فلفل اسود. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهحط له شويه بهارات، مش هكتر البهارات قوي اهو، ما شاء الله. وهحط معلقه ملح، لو بمعلقه الشاي بمعلقتين وشويه صغيرين، بمعلقه الاكل بمعلقه مع. وهحط له شويه زنجبيل، مع ربع معلقه صغيره برضو زنجبيل. وهحط له ان شاء الله معلقه برضو ربع معلقه حبهان مطحون، حاجات جميله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهحط برضو ربع معلقه صغيره سمنه، ما شاء الله، دي له مزازه كده جميله حلوه قوي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهحط شويه بصل برضو بودر، ننكه كده ان شاء الله الرز، برضو ربع معلقه صغيره من البصل البودر، تدي له طعم حلو برضو مع البصل الفريش. وهحط معلقه صغيره من الزيت عشان تخلي الرز مفلفل كده مع في الحشوه. وهقلب كل ده على بعضه كويس، اقلبه كله كده، يتقلب مع بعضه كويس كده، واخلط كله كده مع بعضه، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جميل ما شاء الله، الريحه حلوه قوي مع البهارات كده. كده انا خلصت، بشرت كمان بصلايه تاني عشان نتبل بيها الفراخ. حطيت عليها شويه بهارات، شويه زنجبيل، شويه فلفل اسود، وشويه حبهان برضو مطحون. وهجيب عليها كمان شويه الملح برضو، مش هكتر ملح، لان الرز عليه ملح، وال هحط شويه ملح. وهمسك بقى البصل دوت كده، هدعكه شويه كده بايدي، بيديله طعم جميل جدا، بيخلي كل العصاره والروائح الحلوه بتاعه البصل مع البهارات والبهارات تطلع روائحها جميله جدا. هدعكه كده شويه، ريحته جميله قوي قوي اهو. ادي الوراك بتاعتنا اهي، المخليه اللي الراجل خليها، حتى ايه هحط لها شويه البصل كده، هدهنها. هي لو دهناها كده ممكن نحطها في التلاجة كده ساعة ولا حاجة وبعدين نكملها، لكن انا عشان الوقت معايا مش بدري، فانا هتبلها كده واحشيها على طول اهو. ما شاء الله، بتبقى ريحتها جميلة جدا بالبصل دوت مع التوابل بتاعته دي، بتخليها ريحتها جميلة جدا. هعمل كده بين الجلد واللحم، وهعملها من جوه برضو،
تخلي ريحة الحمام الكداب جميلة أوي أوي. البصلاية ديت يا سلام كده لو عملتها قبلها بساعتين تلاتة وسبتيها وبعدين حشيتيها بالرز بتاعك، عايزة تعمليها برز اعمليها، عايزة تعمليها بفتة اعمليها، عايزة تعمليها رز بخضار اعمليها، اللي انت حباه مش شرط حاجة معينة. رز زي ما انا هعملها كده ماشي، عايزة تعمليها بفريك ماشي، عايزة تعمليها رز ببسلة وجزر ماشي، كل ده بيبقى جميل مش شرط حاجة معينة، كله بيبقى جميل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كده بقى تبلتها اهو، هبتدي احشيها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بنحبها بالرز، ساعات بعملها رز وبسله وجزر، وساعات اعملها برز بس ومتبل الرز بتاعنا بتبقى جميله الحشو. انا كده ان شاء الله هعملها بقى بالرز المتبل بالبصل والبهارات بتاعتي ومعلقه السمنه ومعلقه الزيت، بيبقى جميله جدا. انا دلوقتي هحط لها الرز، انا مش طبعا مش مديه الرز نص تسويه، لا رزي لسه ما استواش. ساعات بعملها برز مستوي نص تسويه، وساعات بحشيها الرز لسه ني، ده بيستوي وده بيستوي. ان شاء الله هتشوفوها وهتلاقيها مستويه وجميله جدا. انا النهارده هعملها بالرز الني، مش مسويه نص تسويه ولا حاجه، انا هحشيها كويس اهو ما شاء الله. مش هكتر رز عشان الرز ني، عشان لما بيستوي بيزيد، لكن لو هي بالرز مسوياه نص تسويه احشيها زي ما انا عايزه، لان طبعا الرز مستوي نص تسويه او تلات ارباع تسويه مش هيزيد فمش هتفرقع، لكن ده ببقى عامله حسابي مش هكتره عشان ده رز ني، لان هيزيد معايا فما يفرقعش اهو. ما شاء الله، بص اشوف كده واظبطه وهقفله طبعا بالخله. انا النهارده ما لقيتش الخله، لان احفادي خدوا علبه الخله يلعبوا بيها ومش عارفه ودوها فين. طب هعمل ايه؟ هقف؟ لا، قلت لا مش هقف، هتصرف برضو، هعمل هجيب ابره وهعمله بيها. هعمل ايه؟ طبعا اتصرفت وخلصت نفسي. انا دلوقتي اهو ادي الابره اهيت، هخيطه لان ضيعولي العلبه بتاعت الخله كلها مش عارفه فين، فانا هخيط معايا الحمام الكذاب، هخيطه وبعد ما يستوي هشيل اشد الخيط وهحمر اهو. ايوه اهو هخيطه بالابره والفتله وامر الى الله اهو ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هخيطه بقى كله كده ان شاء الله اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو الاسهل طبعا الخله بسرعه بسرعه، لكن هعمل ايه بقى؟ مفيش خله عشان ما اوقفش، اضطريت ان انا اخيطه بالابره، لكن الخله بتبقى اسرع ما بتاخدش وقت. الخله اسرع حاجه الخله، بس لو انت ما عندكيش هتعملي ايه؟ هتجيب الابره والخيط وتخيطيه، ايه هتاخد وقت معاكي بس هنتصرف يعني ونعمل ان شاء الله ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هكمل بقى الكميه وهرجع لكم ان شاء الله. انا كده دلوقتي خلصت خلاص، وجبت الصينيه بتاعتي وولعت عليها اهوت، وهرص فيها الحمام بتاعي الكذاب اهو ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اهو كده اهو. بعد ما خيطته
هنحطه في الصينية، هنسويه في الصينية مش هنحطه في حلة. اهو شايفين شكله، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مولعه على الصينيه طبعا، معايا اهي سخنه، وهحطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيبقى طعمه جميل جدا ما شاء الله. ودي الورك اللي انا لقيت فيه الفرارجي، شال حته العظمه اللي في الدبوس، فطبعا ما حشيته برده، وهو ما شاء الله برده كويس. انا دلوقتي مسخنه معايا ميه سخنه، هحط له حوالي كوبايتين ميه سخنه، هنزل بالميه السخنه في مقدار حوالي كوبايتين، هحط له حوالي كوبايتين ميه سخنه. طبعا مش هحط فيها ملح ولا هحط فيها حاجه، لان انا مملحه الوراك الحمام الكذاب ومملحه الرز، فمش هحتاج ميه تاني احط فيها ملح. لو انا حسيت ان الميه، ان التتبيله بتاعت الحمام الكذاب والرز ملحها قليل، احط ميه في الميه ملح، لكن انا مظبطه ملحه بزياده شويه وحطيت الميه مش هحطه. دلوقتي هغطيه وهحطه بقى على عين تانية واطي عليه، اول ما غلى هوطي عليه. ودلوقتي هعمل البسلة بتاعتي، ولعت على الحلة، نعمل البسلة بالمرة، وانا الشوربة مولعة عليها هناك اهوت. هحط معلقة سمنة، وانا مولعة على الشوربة الناحية التانية عشان نزود منها البسلة. اهو شايفين الحمام بتاعي اهو ما شاء الله، مطية عليه النار كأني بعمل رز عشان يستوي براحته. وهخرط كده بقى البصلايه بتاعتي للبسله اهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسرعه كده وانا واقفه، لاني مش محتاجه، مش هعمل لها بصلايه صغيره كده، مش هكملها برده كلها، مش هاخدها كلها. اللي هيفيد منها هروح حطها على الشوربه تستوي مع الشوربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حط لان ما بحطلهاش بصل كتير، بس دي جت كبيره شويه، فهاخدها برضو استفيد منها في قلب الشوربه اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاخد على قد كميه البسله اللي انا هعملها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش هيفضل منها كتير، هيفضل منها شوية حتة صغيرة، فهحطها على الشوربة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو هقلب معايا، انا مش هحمر البصل، انا هصفره بس، مش هعمله محمر لان انا مش عايزة احمره. هتبقى حتة البصل اللي فضلت على الشوربة، هصفر البصل بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصفر البصلاية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي خلاص قربت تصفر اهي، تاخد اللون الذهبي، بس هتاخد اللون الذهبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي اخدت اللون الذهبي، وانا دقة ثوم بشوية سكر عشان يعادل حموضة الصلصة، فهاخد منها حتة صغيرة كده تشوح بس مع البصل، تطلع الريحة بتاعتها، وبقيتها هحطها مع البسلة وهي نية. ادي البسلة بتاعتي اهي اللي انا مفرزاها، شايفين لونها خضرها الجميل، كأنك لسه جايبة بسلة طازة وفريش وبتعمليها، مش ما تحسيش ان هي متفرغه. شايفه اللون الخضار الجميل بتاعها؟ دي من تجهيزات رمضان وتفريزات رمضان، شايفين خضارها ولونها الجميل، كانك لسه جايباها، مش مجمده. احط بقيه الثوم بتاعي اللي دقاه بحبه سكر، اشوحه وهي معاها. خدنا حته عملناها مع البصل، والتانيه حطيناها مع البسله نيه، بتخلي ريحتها حلوه جدا،
دقنها بحبه سكر صغيرين عشان يعادل الحموضه بتاعه الصلصه. اشوحها كده بس شويه، تشويحه كده بس تحس ان الثلج بتاعها هيفك شويه. الكميه دي لقيتها قليله، احط لها كمان شويه. اهو اشوحها بس حبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشوحها بس كده تاخد بس ريحه البصل والثوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين خضرها الجميل؟ هحط برضو الصلصة بتاعتي اللي انا مفرزاها اهي. شايفين لونها الوردي الجميل اهي؟ ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين لون الصلصة؟ لون الوردي الحلو مش غامقة، ولون البسلة الخضراء الحلوة الجميلة دي. وهغطي عليها تغلي بس شوية وبعدين ازودها شوية. غليت معايا كده شويه والصلصه بتاعتي فكت، هزودها شويه شوربه بقى من اللي انا عاملاها. ما شاء الله، كان عندي حته فرخه حطيتها وعملت عليها شويه شوربه عشان نزود منها البسله تديها طعم جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهسيبها بقى تستوي كده على نار هاديه ان شاء الله. هي طبعا بتغلي والشوربه سخنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهغطي عليها وهوطي عليها بقى تستوي براحتها وتتثبت مع نفسها ان شاء الله. وادي الحمام الكذاب بتاعي اهو اهو، ما شاء الله. شايفين اهو مطية عليه خالص، شعلة خفيفة يستوي براحته خالص. وادي كده كده خلصنا اهو ما شاء الله. ادي البسلة بتاعتنا والرز والحمام الكذاب بتاعنا والزيتون المخلل ما شاء الله. وعايزاكم بقى تعملولي كده لايكات كتير.